كم من أبي لهب اليوم بيننا؟ كم من أناس امتلكوا أموالا فاستطاعوا أن يصدوا بها عن الدين صدا. والله أجمل بيت غزل وأجمل بيت شعر في حياتي سمعته في البيت ده. وامشي فتش أي مسلسل تركي ولا سوري ولا غيره كان تلقوا واحد زي ده. انتبهوا أيها السادة، هل أنت أخطر من إبليس؟ الإجابة على هذا السؤال هي باب من أبواب الجنة. زول واحد سمع الأذان قام من محله يتوضأ، عداد اشتغل. أي عداد يشتغل عند هذا الشخص ينزل عند المؤذن. أي زول عنده هم بيمشي البيت؟ ليه ما قاعد نمشي بيوتنا؟ المشكلة وين؟ هل كل الناس لما يجيون هم قاعد يمشي البيوت؟ ليه ما قاعد نمشي البيت؟ ستجدون الإجابة عند السيدة خديجة.